السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيانين؟ نتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. هاد النهار جيت نشارك معكم واحد الكعك اللي كيجي زوين بزاف بزاف، كيجي كيحمق تبارك الله، راه باين لا شكل ولا مذاق ما نقولكمش. واحد النسمه واحد النكهه ديال دوك الزرارع والقوام تاع الكعك، تبارك الله كيجي غزال 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 ما نقولكمش. كيجي خليط ما بين الكعك الخامر والكعك العادي، الصراحه كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. نتمنى تجربوه ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، وتتبعوا معايا جميع المراحل وما غاديش نبخل عليكم بادق التفاصيل. وشنو نقولكم، فرجه ممتعه، وغادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو هنايا على بركة الله، عندنا كيلو ديال الدقيق اللي كنا غربلناه من قبل، غادي ندافعو عليه واحد الكاس صغير ديال كاس ديال العنبة ديال الزنجلان اللي كنا حمرناه، يعني نقيناه مزيان وحمرناه شوية. صافي هنا غادي نبداو ندافعو القوام ديالنا، يعني دوك الزرارع، هنا جوج معالق ديال البسباس اللي بطبيعة الحال نقيناه من قبل وطحناه، حمرته شويه وطحنته. عندنا هنايا ثاني جوج معالق كبار ديال السحلوه، حتى هي مطحونه. عندنا هنايا جوج كيسان ديال السكر، هذا الكاس الاول والكاس الثاني. غادي صافي. من بعد انا غادي نبداو نضيفو تدريجيا الماء شويه بشويه، درت الكاس الاول صافي، وغادي نبدي نخلط وعيني ميزاني، يعني تتجمع لي العجين كامل تقريبا. حتى هو غادي يدخل فيه جوج كيسان ديال الماء، يعني تقريبا راكم شفتو
تقريبا جميع المقادير درنا فيهم جوج كيسان ديال السكر، كل حاجه درنا منها جوج جوج. القوام راه واضح وباين، يعني كل شيء في كيلو ديال الدقيق، كل حاجه درت منها جوج جوج كيلو ديال الدقيق، جوج معالق ديال حبس حلاوه، جوج معالق ديال النافع، جوج ساشي ديال الزهر، يعني كل حاجه درت منها جوج جوج. جوج كيسان ديال السكر، جوج كيسان ديال الزيت، وزوج كيسان ديال الماء. المهم على حساب عينكم ميزانكم، على حساب الدقيق ديالكم، يعني ما غاديش نقدر نتحكم لكم انايا في القوام ديال العجين، ولكن تقريبا انايا هذا هو القياس اللي يدخل لي. شوفوا يعني القوام ديالو من بعد ما تجمع ليه كامل صافي، وانايا غادي نبداو نشكلوا الكعكعات ديالنا. يعني الطريقه راه واضحه وباينه، طريقه سهله ومبسطه، يعني الكعك العادي يعني بدون ماكينه، يعني بطريقه عاديه. صافي نديرو حريبلات، من بعد غادي نبداو نفلحو داك العجين بالطريقه ديال الكعك. الوجه ديال واضح وباين صافي، وغادي نمشيو بهذا الشكل حتى نكملو العجين ديالنا كامل. صافي هنا من بعد ما كملنا الكيكات ديالنا غادي نبداو ندهنوهم بالصفر ديال البيض، مخلط معاه شويه ديال نسكافي، يعني الطريقه العاديه صافي. وغادي ندردرو فوقهم جنجلان، يعني زرع اللي بغيتو، جنجلان زرع الكتان، يعني اللي بغيتو ديروه فوقهم اولا خليهم كتافيو زعما غير بالبيض ونسكافيه، كيعطي واحد اللون، واحد اللمعان زوين، يعني تقدروا ما ترشوهمش بجنجلان، يعني داكشي كيبقى اختياري وحسب الذوق ديالكم صافي. وغادي نديروهم في درجه حراره مرتفعه، نكونوا سخنا الفران من قبل. وها هما الكعكعات ديالنا واجدين، تبارك الله كيجي زوين زوين بزاف، ما نقولكمش كيجي كيحمق بواحد النكهات وواحد الرائحة ديال الكعك المميزة. نتمنى تجربوه وتردو عليا الخبر، الصراحة كيجي زوين بزاف. وهاد القياس اللي كنديرو انايا راه كيجي خليط ما بين الكعك الخامر والكعك العادي، يعني ما كيجيش قاصح، داك الكعك القاصح راه كيجي غزال زعما. الصراحة نتمنى تجربوه وتردو عليا الخبر وتشجعوني بآرائكم وانتقاداتكم في تعاليق محفزة، باش تشجعوني حتى انا نزيد معكم، يعني دائما الجديد والجديد ان شاء الله ولا اللي يحشمنا. ونتمنى ما نكونش ثقيلة على قلبكم ونكون خفيفة ظريفة، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع الجديد والجديد ان شاء الله يا رب.